فرحانين برشا باستقبالها نصور برشا فيكم توحشتوها توحشتوا صوتها. نحكيو على نور قمر. مرحبا يا نور. مرحبا بيك وفرحانة برشا اني معاك اليوم. وإحنا فرحانين برشا كونك جيتنا بعد الغيبة هذية باش نلقاوك في مسرح قرطاج الأثري نهار 26 أوت باش نحكيو على تفاصيل الحفل هذية باش نحكيو زادة على النقد اللي طال نور قمر. اسكو باش تكون مجازفة مغامرة؟ نحكيو على التحدي هذية القرطاج. قبل هذية نور برشا يمكن قاعدوا يتذكروا نور قمر الطفله اللي عمرها 11 سنه اللي غنت برضاك. الصوره هذيك كانت صور محبش تتنحى اليوم. محبش تتنحى صحيح. العبيد مازالوا يتفكروني في الصوره هذيك. دونك تو كي تبدلت وغبت وكل ما حسوا كانه غريبه يعني كيفاش تبدلت يحبوا النقط كيما قعدت. فاكيد نتفهم الناس الكل يعني نتفهم الانتقادات اللي قاعدين تجي يعني كيفاش تبدلت كيفاش كبرت جاتهم كل حاجه صدمه. شنو تبدل اليوم في نور؟ كبرت كبرت حاجه طبيعيه يعني لعبت كل تكبر. فما اللي قال نور عملت عمليه تجميل نور تغيرت فما برشا قالوا عادي تبدلت يعني كبرت لعبت كل تكبر في عمري نعيش في عمري كما الناس الكل. كبرت طبيعيا قالت لكم ما عملتش حتى عمليه تجميل. اكيد ما عملت حتى شيء. ونور تفرحك كونه الناس اليوم تتوحشك كونه الناس تقول كبرت في ساعة كونه الناس ما زالت تتفاعل مع الاسم هذا اليوم نحكيه على 10 سنين ما نعرفش مستوعبه كونهم سنين. والله الحقيقة أكيد يجوني برشا دي كومنتير يقولوا لي كيفاش تبدلت. فما عبيد حتى آخر تصور يتصدموا كيفاش معناها وليت وكل وليت نشوف معناها وليت مستنسى بيهم سيبهم معناها ناس تتذكر تتذكر نور في بريذاك غنيت في The Voice Kids نتصور إكستري دار برشا إكستري حبوه الناس برشا عمل برشا ملايين 205 مليون 200 مليون 200 مليون فيو نحكيو على رقم كبير برشا. نقترح عليكم الناس اللي تسمع فينا توا نسمعوا برضاك فيرسيون 2024. أوكي يلا. برضاك يا خالقي لرغبتي ورضاي برضاك يا خالقي خلقت صوتي ويدك صورت أضاء مقصدي ومناي لما أناجيك لما أناجيك لما أناجيك لما ولما تستمع شكواي. الله الله نور قمر في كورنيش على موزيكا فام. خليونا لي كومونتير نتاعكم الناس اللي تفرج فينا توا على الفيسبوك. عجبتكم الفيرسيون نور قمر في ذا فويس كيدز ولا الفيرسيون الجديده ونور جاتنا عمرها 21 سنه نحكيو على 10 سنين كاملين تعداو. نور ترجع بحدث ترجع بحفله نصور باش تكون مهمه ياسر بحفله نصور تكون فارق في مسيرتك. نحكيو على المسرح الاثري بقرطاج حفل باش يكون نهار 26 اوت. شنو محضره؟ والله كما قلت انت هذا تحدي باش يكون بالنسبه ليا حاجه كبيره برشا وتشرفني برشا على مسرح قرطاج. من بعد ما طلعت مع الفنان الكبير كاظم الساهر سميره سعيد تامر حسني طب باش نرجع وحدي ان شاء الله وهو حلم بيان سور معناها من قبل نحلم بيه والحمد لله. نشكر رئيس الحكومه سي لطفي حجيج على الفرصه هذه. اكيد نحضروا في برشا حاجات مزيانه حاجه تليق بالمسرح المسرح قرطاج ونحضروا زيدا مع فرقه سيمفونيه اللي هي مع المايسترو اشرف بتيبي مع 120 عازف وكورال. محضرين برشا حاجات من طربي من تونسي من لبناني فما برشا اغاني يعني باش ترضي الناس الكل ان شاء الله. وبيان سور فما في الاخر زيدا سوربريز اللي هي مع فنان باش يكون ديو في الاخر مع فنان ان شاء الله فنان باش يكون معاه ديو
شكون الفنان؟ لا ما نجمش نقول شكون الفنان. هو فما راهو ناس ربطت هكا الخيوط بميسيون تعديت فيها نور بفنان انت قلت عليه اكثر من مره كونك تحبوا برشا بفنان شفناك معاه في ميسيون في لبنان. ليه الفنان هذا عمركم ما شفتوني معاه حاجه جديده معناها؟ مش مروان الخوري؟ لا مش مروان الخوري. ما المفاجاه ماهيش مروان الخوري، كان باش يكون مروان الخوري اما مش مروان الخوري. اوكي دونك تحكيوا على فنان عربي فنان عالمي؟ فنان عالمي نجمه. لا مش عربي، هو مش عربي، عازف وفنان. عازف وفنان، عنده اغاني مشهوره برشا في العالم. باهي دونك باش نراكم في ديو مع بعضكم ان شاء الله جديد ولا ريبريز. هي الغنيه نتاعو باش نعملو ديو، خليها سوربريز الحكايه احسن، العبيد باش تحب برشا. ومروان الخوري علاش ما عادش معاك؟ مروان الخوري ولا مازال عندي تواصل معاه، هو كان عنده التزامات دونك ما نجمش يحضر، اما قال لي بون شانس وشجعني معنا. اكيد كنت في لبنان اخر مره حكيت معاه وكل، اكيد شجعني ما نجمش يكون موجود عنده التزامات. نورش كل الفنانين اليوم اللي شجعوك اللي قالوا لك تنجم تخوض الحفله هذه ان شاء الله بنجاح، اللي قالوا لك ولا كانوا حتى حاضرين معاك في بروفا، الدعم من عند شكون لقيته غالبا في تونس ولا في العالم العربي؟ حقيقه برشا برشا فنانين توانسه بعثوا لي برشا ومنهم عدنان شوي سي سعد نشويشي نشكره برشا. فما برشا فنانين ما نحبش نذكر خاطر ننسى الاسامي، اما نشكرهم برشا الناس الكل. فما زيد فنانين من برا كيما مروان خوري برشا، يعني ما نستحضرش تو الاسامي، ما نشكرهم برشا على تشجيعهم، شجعوني برشا الحقيقه وقالوا لي منهم سي مروان سي عدنان شويشي قال لي نحن الكل بدينا هكا، ما تخافش خلي ثقتك كبيره، الكلنا بدينا ونحن صغار فما تخافش. يعطي الصحه. الخوف موجود نور، هو اكثر تحدي بالنسبه لي، مسؤوليه اكثر، وعندي ثقه باش تكون حفله ياسر كبيره ومزيانه. عندي خاطر البروفا اليوم كنت في البروفا وشفت شنو قاعدين نحضروا شنو قاعدين نعملوا باش تكون حاجه ياسر، يعني ارتحت كي شفت التحضيرات كيفاش شنو الحاجات اللي باش نخرجوها، دونك ارتحت وعندي ثقه ان شاء الله باش تكون حاجه كبيره. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق وان شاء الله نسمعوا برشا موسيقى مزيانه، ان شاء الله نسمعوا زيد جديدك علاش ليه نجم تكون فما حاجه لاول مره تتغنى على كارتاج. عندي غنيتي ان شاء الله غالي ممكن باش تكون حصريا على كارتاج ان شاء الله، هي من انتاج بلاتينوم ريكوردز ان شاء الله، كليب باش يهبط ممكن في نهار 26 وباش تكون على مسرح كارتاج ان شاء الله. نستناو الجديد هذايا ونستناو الجمهور باش يكون في الموعد نهار 26 اوت في المسرح الاثري في كارتاج. نور شفنا بيبليكاسيون كونو زاد فما باش يتم تخصيص حفلات من المهدية، ينجموا يجي وينجموا يقصوا تسكرهم ويجي ويحضروا لك في كارتاج. اكيد بما اني من المهدية فقلت خليني نعمل الفكرة هذه، خاطر برشا عندي عائلتي في المهدية، عندي برشا عباد تحبني من المهدية، قلت خلينا نعمل الفكرة هذه، برشا كانوا عجبتهم الفكرة يعني خاصة من عائلتي من اصحابي من الناس اللي عايشة في المهدية عجبتهم الفكرة، وبرشا عباد يعني مع الفكرة وباش يجيو ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق نور. ويمكن نتصور كي حكيت على التحدي حكيت على مغامرة حكيت على هذا الكل، وهذا شفنا حتى التعليقات اللي كانت على لي ريزو سوسيو اول ما شفنا لافيش نتاع نور قمر في كارتاج، برشا كتبوا برشا ناس علقوا من الاعلام من الفن من كيف كيف حتى مواطنين عاديين يقولوا نور هل حاضره اليوم للتحدي هذايا، نور هل جاهزه اليوم الجمهور كارتاج، نور هل جاهزه للنقله النوعيه هذه اللي باش تكون في مسيرتك؟ الحقيقه شفت برشا انتقادات وبرشا ما كتعرف انت توين سيسر ينتقدوا حتى في ابسط الحاجات. فبالنسبه ليا كما قلت لك تحدي، اول ما اقترحوا لي الفكره رئيس الحكومه وسي لطفي قبلت، يعني مسرح كارتاج بالنسبه ليا حلم. ف كما قلت لك تحضيرات اللي قاعده تصير بالنسبه ليا حاضرين ان شاء الله المسرح كارتاج بتكون حاجه كبيره برشا. كتبت نحسن برشا كي نشوف اولاد بلادي مش يشجعوا فيا ويقزموا الفنان، عيب والله. صحيح برشا برشا حزنت برشا كي شفت برشا عبيد يعني يسبوا ويقولوا في كلام حتى جارح، فقلت خساره معناها اولاد بلادي ما همش يشجعوا في المواهب. بعد ساعات نحسهم متناقضين، بعد ساعات يقولوا علاش نعطيو في الضوء للبراني وعلاش ما نعطيوش الضوء للمواهب التونسيه، ومن بعد يقولوا شبي يعطينا المواهب التونسيه وكل، دونك متناقضين شويه نحسهم التونسيه يعني. قلت لي حزنت من النقد. اكيد كي تشوف انت لي كومونتير كيفاش يحكيو اكيد معناها يحزن اللي قاعدين يكتبوا فيه، اما الحمد لله فما برشا عباد برشا 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 متصورش قداش ميساجات قاعده توصل لي، قداش فما تشجيع، قداش فما عباد مأمنه بيا، قداش يقولوا لي راهو تستحق كارتاج وراهو الفنانين الكل توا معناها حتى اللي كبار برشا في الفنانين بداو بالمراحل هذه فسي نورمال. برشا يقولوا لك نور حتى علاش تقرا في التعليقات هذو ما خليك مع الايجابي خليك في التحضيرات نتاع حفلتك. لي قاعده مع الايجابي توجست وقتها عرضوني حاجات خايبه وقريتهم وكا
اما بيانسور معناها مقتنعه بالحاجات الباهيه وديما عندي فكره انه باش تكون حفله ياسر كبيره ومزيان، عندي ثقه. شنو اكثر كلمه وجعتك اما في نفس الوقت قويتك وخلتك تقول تكتب الكلمه هذيك اللي شفناها زاده في ستاتيو، قلت نتحدى كل واحد من اللي ينتقده يواجهني بعد الحفله، القوه هذيك منين اكتسبتها؟ شنو خليك تكتب هكا؟ برشا كلام كيما قالوا لي ما تستحقش، ما برشا حاجات معناها اكيد تجرح، اما اكيد عندي ثقه في اللي عندي وعندي ثقه في موهبتي وعندي ثقه في الحاجات اللي نحضروا فيهم، هذه الحاجه اللي تقويني توا واللي تخليني نجم نطلع على مسرح كارتاج. تحضيرات ما زالت متواصله؟ اكيد مازال، ديجا كنت توا في البروفا، حاجه ياسر مزينه قاعده تحضر ان شاء الله. نستنى ونكتشفوا تفاصيل الحفل هذا اللي باش يكون في مسرح كارتاج الاثري. بحضنا سي لطفي حجايش، قول لي يا سي لطفي نسمع فيه. أيوة سي لطفي، قلنا ناس جاية من السعودية، من كندا، من مختلف الدول جايين قاسين النور. نتمنى لك التوفيق يا نور. قصوا دجا، يلا قصوا تساكر، وانتم زادة الناس اللي تسمعوا فينا قصوا تساكركم ومشيوا الحفل نور قمر بش يكون نهار 26 أوت على ركح المسرح الأثري بقرطاج. نور نتصور حفلة في الأوف بغابوغ الحفلات الأخرين اللي كانوا يمكن في إطار برمجة رسمية، اللي كنت على نفس الركح مع كاظم الساهر، مع تامر حسني، مع سميرة سعيد. نتصور فما اختلاف كبير حتى في الرهبة سيخسين بين انك تكون بحذاك شكون وبين انك باش تواجه الجمهور وحدك. اكيد، اما وقتها زادا كيف فما رهبه بنفس الوقت، يعني مع كاظم، مع استاذ كاظم كان فما برشا جمهور وشفت الرهبه ذيك، فتوا بالنسبه لي نحس ارتاح، كبرت اكثر وليت واثقه اكثر من روحي، وليت واثقه اكثر من موهبتي. ما زلت على تواصل مع كاظم الساهر؟ لا الحقيقه لا، ما عادش. علاش ما قعدتش كونتاكت من بعد كارتاج؟ ما فماش كونتاكت الحقيقه. قداش عنا دونك تاو ما حكيتوش؟ ما من 2016 من الحفله اللي وقتها، اما اكيد نتبع ونشوف في حفلته، شفت حفل زاده في كارتاج اخر مره ونحترمه، اما اللي ما صارش حتى تواصل. ما حاولتش تتصل بيه تبعث له حتى؟ ما نعرفش انا كان عندي كونتاكت واتساب. ما حاولتش، ما جاتش الفرصه يعني انه نحكي، وما جاتش فرصه نتقابله، فهو ممكن عنده التزامات ما نسى. تقلقك الحاجه ذي نور سختو بعد النجاح اللي كان في ذا فويس؟ لا الحقيقة جملة، خاطر نعرف نتفهمه، هو عنده التزامات وعنده خدمته وعنده حاجات، دونك أكيد باش يتلهى يعني. نور كي نسمعوا الإنتاجات ماهيش حاجة كبيرة، ما فماش برشا إنتاج نور قمر، ما فماش ريتم قاعدة تهبط فيه. كي نشوفوا النجاح نتاع ذا فويس، كي نشوفوا قداش دارت فيديوهاتك إتسيتيرا، دونك استنينا خدمة، استنينا إنتاج وراك، استنينا بمعنى الماكينة خليني نقول، وإلا الصناعة اللي باش تكون وراك، هذا ما فماش. الحقيقة عملت أغاني أكيد، أما كما قلت بعد The Voice ما لقيتش، دي ما نحكي فيها، ما لقيتش شكون يوصلني لتريك صحيح، ما لقيتش شركة الإنتاج المناسبة اللي توصلني، وطوى مع MBC قاعدين ينتجوا لي وقاعدة نهبط في غنيت، إن شاء الله عندي غنية جديدة إن شاء الله بتكون في كارتاج، فقاعدة نعم في إنتاجات طوى في المستقبل وإن شاء الله تعجب الناس. نروح نستنيو كليب؟ أكيد فما كليب وإيه غنية وكليب إن شاء الله. الكليب باش يتصور في تونس، فما هكا تصور تصور في لبنان، باش يهبط ان شاء الله نهار 26 ان شاء الله، مازال ما تحددتش وقتاش يهبط، اما ممكن باش يهبط نهار كارتاج نهار الحفله. خذ تجربه ذا فويس كيف كان فما البولفار اللي كنت شاركت فيه في السعوديه زاده، شنو التجربه اخرى لو تجي هكا الفرصه من على الشنا برنامج اخر لاكتشاف المواهب، ولا برنامج حتى من على تيلي رياليتي كما اللي شفنا توا اسمه ونصيب ولا غيره، تحب تخوض التجربه مره اخرى نور ولا سي بون بالنسبه لك انت المرحله؟ كلموني فما برنامج في نتفليكس، كلموني اما ما شفتش يعني نغني، موهبتي غنية كهو، مش موهبتي حاجة أخرى، فكيما قسمه ونصيب فما برنامج جديد باش يكون بالنسخة العربية في نتفليكس، فما ما قبلتش أكيد، خاطر كيما قلت نغني كهو ما عنديش حاجة أخرى. بالنسبة لك أنت مرحلة نور وتتجاوزها؟ اللي هي شنو؟ كي نحكيو على البرامج هذ وما ظهورك أكيد مرحلة كهو، شاركت في The Voice بعد بوليفار المواهب كهو، توا نتصور العبيد وليت تعرف صوتي وليت تعرف اسمي، توا جست نركز على إنتاجيتي، نركز على مستقبلي الفني وكهو. تجربة التمثيل نور شنو تعني لك؟ شفناك في مايسترو، شفناك زادا في فيلم البحث عن أم كلثوم. شاركت زادا في المايسترو مسلسل تونسي وغنيت فيه، كان انه غناء يعني تركيزه اكثر غناء. زادة شاركت في حياه ام كلثوم، بحث عن ام كلثوم، فيلم امريكي. اكيد تجربه ياسر محلاه وعجبتني وقتها اكيد. ترى روحك في التمثيل من جديد؟
جيتني والله جيتني حاجات ما كنتش ممكن حاجات مش مناسبة ليا. ف تونس ولا خارج تونس؟ تونس. جيني مسلسل تونسي في رمضان اللي فات. شنو المسلسل؟ من نجم شو نقول؟ هما زوز مسلسلات درامي. جيني مسلسل اللي في الوطنية باب الرزق. باب الرزق ما شفتش روحي فيه وكاو اما نشوف يعني روحي في التمثيل اكيد نحب يعني كموهبه نحب نكون. ما نعرفش نور كان هكا كان صلح لي ولا ما ترى روحك في التجربه في التمثيل ما الغناء يكون موجود فيها يعني بالنسبه ليك شرط كونك تكون تغني والا يكون فيلم يحكي مسيره؟ لا مش شرط ممكن نعيش تجربه تمثيل كهو ما غير فن يعني ما غير غناء ممكن ما عنديش مشكله يعني بالعكس نحب حبيت التجربه. اللي ريت فيه روحك دانيغما؟ الحقيقة ما تبعتش برشا مسلسلات ما تبعتش جملة آخر مرة يعني ما تبعتش. ماك مغرومة بالموسيقى أكثر؟ أكثر أي تو تركيزي أكثر على الغناء تركيزي أكثر على الحفلات وكها. نور معاش كنت رأي روحك في جو من العالم العربي ولا معاش كنت تحب تخوض التجربة؟ فما برشا التوينسة ولا البرة؟ نبدأ بتونس. تونس فما برشا فنانين صابر لطفي بوشنيق برشا فنانين محليهم نحبهم برشا. ومن العالم العربي مع شكون تحب تكون هكا في جيو فنانية؟ شيرين، سعد المجرد، أصالة أكيد نحبهم برشا هذم اللي نسمع لهم برشا. دونك أصالة ديرنييرمون كانت في تونس موجودة كنت حاضرة في الحفلة؟ الحقيقة لا ما كنتش حاضرة للأسف حبيت نكون حاضرة يعني ما كنتش نجم نكون حاضرة. حب دونك تخوض معها التجربة؟ كجيو أكيد نحب صوتها برشا ونحب أغانيها برشا ونسمع لهم حتى لتو يعني. شنو أكثر أغنية تحبها متاع أصالة؟ بنت أكابر. محمود الخيام ديجا الملحن يعني نحبه برشا وصحاب معه برشا. تمثلك؟ ليه نحب السين متاعها نحب جوها نحسها فرفوشة حتى كي تغني هي العبيد هكا تفيق هكا العبيد تعمل جو عليها الأغنية. فما أغنية نور ملي موجودين توا ولا حتى في القديم تمنيت تكون متاعك غنيتها حسيت روحك فيها؟ ممكن اكثر اغنيه اصاله ممكن فما غني الله يرحمها ذكرى محمد زيد نحبهم برشا لتو نغنيهم فما برشا اغنيه اكيد نحبهم ونغنيهم يعني ديما. خلينا نستغل اللي نور كبار بحثينا في موزايك. شنو النجم نسمعوا الذكرى؟ ذكرى قالوا حبيبك مسافر. يلا. قالوا حبيبك مسافر قلت ليت السفر لمكان يتجعل طريق زمرد والحصى في مرجان والشمس خيمة مظلة لسيدي والشمس خيمة مظلة لسيدي دنا دنا تحسني مزيت نحب نسمع. يعطيك الصحة نور. دونك باش تغني الذكرى في كارتاج؟ أكيد فما زوز غنيت الذكرى. شنو هما؟ نقول عليهم ولا؟ الأسامي وحياتي عندك. الأسامي وحياتي عندك تسمعوها من نهار 26 أوت في المسرح الأثري بقرتاج. خلينا نزيد ناخذ أكثر معلومات على الحفلة. بشنو باش تبدا؟ شنو الانطلاقة باش تكون بشنو؟ الانطلاقة إن شاء الله باش تكون بغنية محمد يا رسول الله، غنية ياسر محلاها مع الكورال اللي تدربنا معاه اللي هو 60 شخص. ما شاء الله حاجة ياسر 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 مزيانة كبداية. دونك اخترت ياسمين الخيام نتصور اختيار جريء نور. أكيد في ذا فويس بديت برضاك يا خالي جيت وبنبدأ بمحمد يا رسول الله، ديما نحب نبدأ بحاجة هكا دينية باش ربي يبارك لي ان شاء الله. ربي يبارك لك في الحفله هذه وان شاء الله يكون فما برشا بيبليك حاضر. النور قمر الفنانه التونسيه تلقاوها على ركح المسرح الاثري بقرطاج اللي بالنسبه لها تقول كونه ان قدول الانتقادات هذوما اللي لقاتهم الكل كان يزيدوا يقويوها كان يزيدوا في التحدي نتاعها. نتمنى لك التوفيق. يعطيك الصحه نور. نحب نكمل بحاجه نور، الحلمه اليوم وين هزتك؟ شنو الحلمه نتاعك؟
الحلمة متاعي أكيد إنه نكون في طريق نظيف ونكون ديما نعمل حاجة تحبها العبيد. وحفلتي في كرتان إن شاء الله باش تكون حاجة كبيرة برشا اللي باش تخلي مسيرتي من بعد القدام أقوى وأقوى إن شاء الله. نكمل بحاجة أخرى اللي هي كي ندخلوا للإنستغرام ندخلوا للأسئلة اللي جاونا على نور قمر كي حاطينا كونه باش تكون موجودة برشا أكيد سألوا على الحفل صحيح يا نور، ولكن برشا أسئلة بخصوص حل حياة الشخصية النور قمر، وهنا باش نخلي لك اختار هل تحب تجاوب ولا ما تحبش تجاوب على حسب شنو السؤال. السؤال شنو اللي صار؟ علاش حياتك العاطفية ما عادش مستقرة كما قبل؟ شنو اللي صار بالضبط؟ والله يشوف هو مكتوب، كان فما وقتها مشروع زواج عملت كاتبين صديق وما صارش في أوت اللي فات كتبنا صديق ما صارش نصيب ما أقوله ما كتبش المكتوب، وكان فما مشروع عرس وما عرسني شوكا ما تفهمنيش. هو كان في كندا عايش فبعيد ما كناش يعني فما برشا مشاكل صارت ما نجمناش نكملوا. كا الفن كان سبب؟ لا جملة، لا جملة بالعكس، يمكن كانت الديستانس سبب، العلاقة ديستانس يصير صعبة. كان مشجعك نور؟ كان يحبك تغني؟ أكيد أكيد أكيد، أمه زيدا قدمها تحية كانت معايا دي ما قبل أي أكيد كان مشجعني. دونك الديستانس هي اللي خلتكم تبعتوا؟ صحيح. ديستانس صعيبة أكيد تخلي ديما العلاقة صعبة، فما نجمناش نكملوا واخترت أني أني اللي انفصلت، اخترت أن انفصل. وكا جوزت اليوم الموضوع قاعدة تتجاوز؟ أكيد جوزت، نسيت هالحكاية يعني توا بالخدمة قاعدة نتقوى بكرتاج، توا قاعدة نتقوى بالعبيد، عائلتي وصحابي قاعدين يقوي فيها، فأكيد هي بالنسبة لي تجربة، هي كانت أول حب في حياتي على فكرة، وبالنسبة لي تعديت الحكاية ونتعلم، تعلمت منها برشا برشا برشا. كان قولك أكثر حاجتين تعلمتهم من الإكسبرينس هذه، ما التجربة هذه؟ حاجتين ولا أغلاط ما ترشوا تعودهم؟ برشا أغلاط، أي برشا حاجات ما نرشوا حنا عطهم، يعني ما نحبش نقول خاطر بشي يوليو يفهموها بطريقة أخرى، فيوليو يفهموا اللي هو خايب، ما نحبش نخرجه خايب، فنحترمه برشا ولتو نحترمه وما نحبش نحكي عليه. وإحنا نتمنوا لك التوفيق نور، إن شاء الله يا ربي تكون حفلة ناجحة في كرتاج نهار 26 أوت، وإن شاء الله ديما قوية وديما ناجحة وديما نجم تتجاوز أي حاجة تصير. نتصور اليوم الكلنا برشا تعديوا بأي قصص، سواء في قصص حب أو تجارب حياة، ونتصور حتى كرتاج باش يكون بالنسبة لنور لحظة فارقة في مسيرتك وتجربة مهمة جدا بالنسبة ليك. يعطيك الصحة نور، نورتنا. ميرسي بوكو، فرحانة برشا اللي كنت معك اليوم، نشكر العبيد اللي قاعدة تسمع فينا، ومرسي بوكو، ان شاء الله استنوني زاده في كارتاج. نقول لكم مره اخرى نهار 26 اوت العشرة متاع الليل، وتلقاو التذاكر في تسكرتي بونتيان وفي مدينه الثقافه وفي المسرح الاثري بكارتاج. ويا غالي وقتاش تهبط؟ غالي باش تهبط ان شاء الله في كارتاج، غنيتي حصرين باش تكون يعني باش نغني في كارتاج اول مره. نستنوا جديدك، يعطيك الصحه نور قمر.